مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة من إن بوكس على صدى البلد. البقاء لله، وبنقدم خالص تعزينا لكل جمهور ولكل أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله اللي توفى امبارح عن عمر 70 سنة، يمكن بعد صراع مع المرض لفترة طويلة جدا، تقريبا 12 سنة بعد إصابته بجلطة في المخ سنة 2008. البقاء لله، ربنا يرحمه يا رب، ويصبر كل الناس اللي كانت بتحبه، ويصبر كل أهله، وطبعا بنعزي زوجته الفنانة المعتزلة عزيزة كساب، وكمان بناته الثلاثة. الفنان الكوميدي طبعا خفيف الظل المنطقة.